نحن قريبين جدا من الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. الفصائل العراقية تقول بحسب النيوزويك الأمريكية بأن هنالك مفاجأة لإدارة بايدن. الحوثي صعد بشكل كبير، حزب الله اللبناني يصعد من صواريخه تجاه العمق الإسرائيلي. مع التقدم الإسرائيلي في خان يونس تحديدا، وإذا ما وصلوا إلى يحيى السنوار كما نتحدث اليوم، ما رأيك بطبيعة هذه المفاجأة؟ وهل تعتقد هي للإعلام فقط أم فعلا قد نكون أمام مفاجأة؟ يا سيدي، مفاجأة لا أعلم إذا كان لها علاقة بال50 مليار دولار اللي اعتبرت نوع من الدية، دية سليماني. دائما عزيزي الخيارات مطروحة، ولكن غالبا ما تصل، لا تصل الإعلام. لم يكن هناك أي نوع من الشاترينج كما يقال ب الوشوشة والتسريبات قبل تصفية سليماني. لم يكن على الإطلاق، حتى عندما كشف مؤخرا الرئيس السابق وربما المقبل دونالد ترامب بأن نتنياهو خذله في قضية تصفية سليماني، وأنه يعني خاف بالعربي الفصيح، لم يرد أن يتدخل في قضية تصفية سليماني لأنه لا يريد فتح حرب مع إيران. القرار تم في أضيق نطاق، وبالتالي عندما تقوم إيران دائما بالتهديد والتذكير في سليماني، هذه فرصة. يعني أي عاقل يقول أنها لو بالفعل كانت تريد الاقتصاص أو الانتقام بعد 7 أكتوبر، كان لديها فرصة أن تتبنى بجيوش القدس التي لديها وبالتصريحات العنترية وهتافات الموت لهذا ولذاك، كانت تستطيع أن تقوم بالاقتصاص، ولكنها لم تقم بذلك. على العكس تماما، أرسلت إشارات تطمين وفضحها مرة أخرى ترامب عندما قال كيف كان الثمن، أنه دعونا نطلق بعض الصواريخ ولن تحقق أي أضرار، وهذا ما تم بالفعل، وهذا يتكرر الآن. فأي مفاجأة يا عزيزي بعد الفيديوهات الخاصة بنصر الله بحفظ الألقاب والاحترام يعني للمقام سواء الديني أو السياسي، ولكن كل هذه الميديا والتصريحات التي تشير إلى أن سسبنس، ترقب، هناك شيء ما كبير سيحدث، لم يحدث شيء، وهذا مخيب للأمال، ويبدو أنه مدروس. يبدو أن المطلوب هو الإظهار بأن اليأس هو الذي سيحكم الموقف.